علقت في تدوينة على وزارة الخارجية في علاقة بمساندة قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط، وقلت وزارة شاشيت هذا على رأس هذا. فعلا، لأنه أنا بصراحة يعني البيان بتاع وزارة الخارجية في السياق هذاك بيان ظهر لي أنه نخرجوا البيانات بحسب ما يمكن أن نجنيه من المفاوضات في الاقتراض، وهذا مهين لبلادنا، مهين لبلادنا، لأنه أنت كبلد متضرر من ارتفاع أسعار النفط وتخرج وزارتك بيان تقول أنا موافق على زيادة أسعار النفط. يعني شنو اللي صار؟ هو صار قبل بنهارين من موقف صندوق النقد صوتنا مع أمريكا ضد روسيا، برغم أنه قبلها ما صوتناش ضد روسيا، تحفظنا، نذكر في حكاية الغزو الروسي تحفظنا، ومن بعد نستناه في صندوق في الموافقة بتاع صندوق النقد صوتنا ضد روسيا، جات الموافقة بردنا نهايرين ثلاثة وخرجنا بلاغ لمساندة السعودية في تخفيض الإنتاج، لأن ضمننا قطونس قال قرار ولأن ضمننا سواديزان ضمننا قرض صندوق النقد ونستناو نمهدوا الإطلاق مفاوضات ثنائية للحصول على شنو اللي قلق في هذا؟ مش أنه تونس تبحث عن مصلحتها كدولة؟ إيه هو يفترض تبحث عن مصلحتها، لكن شنو مصلحة تونس في أنها تسند قرار باش يرفع في أسعار النفط وإحنا دولة مستهلكة للمحروقات؟ أو فما دول عربية أخرى سندت الموقف اللي هي خارجة لوبيك؟ ما هو المقياس هو أنه يكون موقفنا بناء على مصالحنا، ولا نتبعه في دول أخرى اللي هي تسلك في نفس السلوك بتاعنا؟ الموقف العربي. شوف أنا رأى أنه أنا تونس أهم لي من السعودية وأهم لي من أمريكا وأهم لي من فرنسا وأهم لي من كل شيء، لكن ثم شوية ثم دينيتي تخليني أنا وقت اللي نتوجه باش نطلب قروض نتوجه بناء على أنا نربح وأنت تربح، مش نعطي موقف اللي ما يعبرش على قناعتي كوزارة خارجية يفترض وزارة سيادة. والغريب في هذا هو أن وزارة الخارجية راه متأكد من هذا، راي متخرج ما تحط إبرة في خيط إلا ما تشاور رئيس الجمهورية، راه دونك المسؤولية أنا من لا أحمل وزارة الخارجية أي مسؤولية سياسية، نحملها مسؤولية تقنية، ولكن هنا هذا هو يعني البوبوليزم والسوفرينيزم اللي ديما يرفع في لواء البوبوليزم في التطبيق في الواقع. شو نلقاو؟ نلقاو سياسة ما عندها حتى علاقة بالسوفرينيزم.